العالمي للمياه الوزير كمال مهوبي، وبالمناسبة أكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك اليومي لهذه المادة الحيوية والتي أصبحت تتأثر بفعل العوامل المناخية. تحلية مياه البحر تنتج ما يزيد عن 561 مليون متر مكعب سنويا. للإشارة أن أفاق الجزائر لسنة 2024 هو إنتاج في حدود 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه تحلية البحر لصالح ساكنة المناطق الساحلية، كما نعكف حاليا على إعداد دراسات لإنجاز محطات كبرى أخرى بالمناطق التي تعاني عجزا في المورد. اليوم إذ لم نتصرف بطريقة ناجعة من أجل حوكمة رشيدة واستهلاك مسؤول للمياه، فإننا سنواجه تحديات اجتماعية واقتصادية جدية. وفي سياق ذاتها هكذا كمال مهوبي أن انقطاعات المياه التي تشهدها عدة بلديات العاصمة هي نتيجة لعمليات صيانة، معتبرا أن التذبذب في التزويد يأتي لسد احتياجات كافة المناطق. ندرة تاع المياه كاين دي سيستيم كومبلكس، يعني على مثال هنا المياه تاع تزود المياه صالح رشب مدينة الجزائر، الأمور يقول لك علاش الوطن يقول على 40 بلدية، لأن محطة التحلية الحمراء عندها أوقات صيانة. هذا سي لو بروسيس تاع لي ستاسيون دي سالمو عالميا، مش تاع الحمراء عالميا، إلا نوقفوها ونهيو لها المصفات تاعها باش تبقى تخدم. عندنا هنا بلديات اللي عندها علاقة ديريكت مع المحطة، هي 20 بلدية، ولكن ماهوش ممكن نخلو 20 بلدية بدون ما في تذبذب في التوزيع، ولكن من مبدأ التكافؤ اللي نعطوا الماء هذا لكل الناس. ما نقدروش نخلو في 4 أيام 20 بلدية بدون ما، هذا غير معقول. في تذبذب ممكن، ما فيش انقطاع مياه، انقطاع كما يكونش الماء كامل. فهنا هذه نتفهم. أما فيما يخص السدود فقد أكد كمال مهوبي أن نسبة امتلائها بلغ 44% بشكل عام، معتبرا أن النسبة قابلة للتغير بسبب تحويل المياه من سد إلى آخر. المياه في السدود هي أكثر من 44 بدون ما نأخذ بالاعتبار الأمطار اللي سقطت. نعطيك مثلا سد البروميل البارحة كان عندنا 579 ألف متر مكعب، 579 مكعب، يعني السقوط فقط يكفي لتقريبا 30 يوم. نسبة الامتلاء 44 تختلف من منطقة إلى منطقة. ناخذ الشرق مثلا رانا في حدود أكثر من 70%، ناخذ الغرب عندنا 25%، نار الوسط عند 23%، يعني ولا النسبة بروحها هذه تاع كي نعطيها لك ما عندهاش معنى، لأن فيه الانتركونيكسيون تاع لي باراج، فيه يمكن نحول من سد إلى سد.